السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيسعدنا دائما وأبدا أن نذكر الله سبحانه وتعالى، فالله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يسعدنا أن نحمد ربنا آناء الليل وأطراف النهار. لقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم إنه حق لله علينا أن يحمد، ثم إنه أهل لأن يحمد. وكذلك ترطب ألسنتنا بذكر ربنا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم ولإخواننا المتابعين والمتابعات، وكذا الأخوات الفضليات وفقهن الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه أحمد بن بكري، وجزاك الله مثله، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى وتضع كل ذات حمل حملها؟ أي الحامل تضع حملها، هذا واضح ومعناه بين. وعلي يقول الأخ أسامة القصراوي: قول الزهري الإيمان والعمل والإسلام الإيمان العمل والإسلام الكلمة. يقصد بهذا إن ثبت عنه أن الإسلام هو الشهادتان وما وراء ذلك فهو من الإيمان، لكن هذا تفصيل الزهري. أما النبي عليه الصلاة والسلام ففسر الإسلام بأنه قول لا إله إلا الله، بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويمكن التماس تأويلات للزهري، لكن لسنا في حاجة إلى التماس تأويلات، فما دام معنا حديث رسولنا فهو يقطع كل ما سوى. أعطاء رشوة لاسترجاع حق أخذ بباطل، لا تسمى هذه رشوة بارك الله فيك، إنما الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل يمكن أن أصلي الشفع بعد العشاء وأؤخر الوتر إلى قبيل الفجر؟ هل يمكن أن أصلي الشفع بعد العشاء وأؤخر الوتر إلى قبيل الفجر؟ يجوز ذلك. من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم المصلي سهوا ظنا منه أنه أتم الصلاة، هل يتم أم يعيد؟ إذا كان نقص في صلاته فعليه إعادة ما نقص ويسجد للسهو. بما تنصحنا بأي كتب العقيدة ممكن تتواصل معي يا أخي شريف حتى أعرف مستواك، ومن ثم أشخص لك الكتاب المناسب لك إن شاء الله. هل يجوز استخدام فيزا المشتريات للمشتريات فقط؟ إذا لم يكن تترتب عليها فوائد ربوية فلا بأس بذلك. أمي نذرت منذ حوالي عام بأن تصوم شهرا كاملا، وصامت 19 يوما، لكن بسبب المرض لم تستطع إكمال 11 يوما. عليها أن تصوم 11 يوما وهي من ذوات الأعذار. إن استطاعت عليها صيامها، إن مرضت مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يمكن أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، أما إذا كان بالإمكان الصيام لزمها أن تصوم. أصلي الفجر في مسجد ثم أذهب إلى مسجد آخر، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ يرى فريق من العلماء الجواز لأنها من ذوات الأسباب. تقول: ابن أختي متفوق ويصلي وتقي، لكن من أول الدراسة ويجي ذاكر كاره المذاكرة مع أنه من الأوائل، راح لشيوخ كثير عليه بالدعاء وأن يرقي نفسه والمحافظة على الصلوات. دعيه يصلي ويدعو ربه وبإذن الله كل المشاكل تحل. حكم الاشتراك في بين سبورت القنوات الرياضية،
هذا ضياع للأوقات، والأولى لك أن تحرص على ما ينفعك. وفق الله خالد أبو الغيط لكل ما يحب ويرضاه وأبناء المسلمين وأبناءنا يا رب. بطاقة المشتريات عليها رسوم سنوية 25 دولار. أقول إذا كانت هذه رسوم استخراج البطاقة فالأمر سهل، لكن إذا كانت ربا لا يجوز. ماذا يقال في سجدة التلاوة؟ الذي يقال في سجدة التلاوة كغيره مما يقال في سائر السجدات، لا تخص سجدة التلاوة بذكر معين، والحديث الذي ورد بتخصيصها بذكر معين ضعيف. اشتريت شيئا من محل من نحو 10 سنوات بالتقسيط، وأثناء فترة التقسيط أغلق المحل ولا أعرف له طريق، والباقي نحو 400 جنيه. من كم 10 سنوات؟ من كم سنة هذا؟ إذا عجزت تماما عن الوصول فتصدق به نيابة عنهم. هل زكاة المال واجبة على الفور ما دام المال موجودا والفقير موجودا أخرجها؟ حديث من أعظم الذنوب عند الله، رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها، لا يثبت، لا يصح. ماهر الشناوي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شراء سيارة عن طريق البنوك الإسلامية لا يجوز، فالبنوك لا تمتلك السيارات. ما الشرك الخفي؟ الرياء. حكم فتح حساب في البنك ينظر ما توابع ذلك، إذا كانت توابعه ربوية لا يجوز لك أن ترابي، إذا كانت غير ربوية جاز لك. ما حكم إعطاء تاجر مالي ليتاجر فيه ويعطيني مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه شهريا؟ لا يجوز إلا إذا كنت تأخذ هذا المبلغ تحت حساب، وبعد ذلك عند التصفيات إذا كان لك شيء أخذته، وإذا كان عليك شيء خصم منك. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول إني أعمل في شركة، وحكم عملي أن أوصل فلوس الشركة إلى البنك كل يوم، مع العلم أن الشركة تتعامل بالربا مع البنك، هل علي ذنب؟ أظن أن المبلغ الذي توصله الشركة للبنك ليس كله من أجل الربا، إنما قد يكون هناك رصيد يوضع في حسابات الشركة وأنت مكلف بالجميع، فأظن أنه لا إشكال عليك، وإن بحثت عن عمل آخر يكون أفضل. صحة حديث عمر أمتي 1000 سنة لا يثبت. هل تجوز الصلاة جماعة مرتين، واحدة منهما نافلة، فاختر التي ستعتد بها بين لله كفريضة؟ امرأة حامل في الأسبوع الخامس وتريد إنزاله لضعفها ومشقة الحمل، لها ومعها أطفال منهم طفلة لها شهور، فما حكم إنزاله؟ لا تنزليه إلا إذا خشيت على نفسك مرضا محققا بشهادة الأطباء فلا بأس حينئذ. هل يأكل المتصدق من صدقته ومن نذره؟ أما كيف يأكل المتصدق من صدقته؟ لا يأكل المتصدق من صدقته، أما النذر فبحسب صفة النذر التي نذرها. البوسطة شأنها شأن البنوك، ما الفرق بين حديث معلول وحديث ضعيف؟ المعلول من أقسام الضعيف، لكن الضعيف في الغالب تكون أسباب الضعف ظاهرة في السند، أما المعلول يكون الظاهر أنه صحيح لكنه فيه علة خفية تظهر بجميع الطرق. زوجة تشك في أن مال زوجها فيه بعض الحرام وأقرضت منه مسكينا، هل إذا أعاد لها المسكين المال أصبح المال حلالا؟ لا. تقول لكوني من كسب المسكين؟ لا. كيف الجمع بين رواية ميم عن عمارة أنه قال قبح الله هذين اليتين عند رفعه، وفعل النبي أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه؟ أولا
لا نستطيع أن نعارض كلام رسول الله بكلام صحابي، فكلام الرسول فوق كل كلام، لكن نبحث عن التماس لهذا الصحابي، فنقول لعل الصحابي رأى صفة معينة خارجة عن حد الاعتياد، كما يقول بعض الدعاء على المنابر يفعل بيديها كذا وكذا ويشوح ويمثل على المنابر، فهذا لعل الصحابي هو الذي أنكره، كما أشار إلى ذلك شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على كتاب سنن أبي داود، ذلكم الكتاب الموسوم بعون المعبود. أحمد بن عبد الحفيظ يسأل ما حكم تقديم العقيقة قبل الولادة؟ لا يجوز، ودل أنه لم يولد، له ولد عنده 7 سنوات ولم أعمل له عقيقة، هل أعمل؟ أعمل، وقد عق ابن سيرين عن نفسه على الكبر. مدى صحة ما قالكم أعطي الكثير إن كان في موضع وإلا فلا، هل هذا بخل أم حكمة؟ لا، أعطي الكثير إن كان في موطنة، فعندنا حديث رسول الله ورجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق. يا محمد بن سمير العمل إن شاء الله ماشي بإذن الله. ما حكم العمل مهندسا لتشطيب مبنى إداري لشركة غبور أوتو؟ يجوز العمل عند الكفار إذا أمنت أن لا يساعد بهذا على إيذاء المسلمين، وإذا كان العمل في نفسه حلالا، وإذا كان دينك لا يمتهن. كيف يعرف أن العذاب دنيوي انتقام أو عقوبة تكفيرية؟ على حسب حال الشخص، إذا كان مجرما ونزل به البلاء فيكون عقابا على إجرامه، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وإذا كان صالحا أو كان دون ذلك وأصابته مصيبة لعلها لإرجاع إلى دينه. نسأل الله أن يفرج كرب الأخ خالد بن زكي. هل هناك زكاة على من دخله يبلغ النصاب ولكن لديه أقساط مستحقة عليه؟ الزكاة على المال الذي اجتمع عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول. ومرحبا بك يا هبيدي. هل تعرف كتابا في خطب عمر الصحيحة؟ لا أعرف كتابا في ذلك. حكم صلاة التسبيح منازع في تصحيح حديثها وأختار أنه ضعيف. نور الهدى وبارك الله فيك. إذا تم الجمع بين الصلاتين ولم يدرك المصلي الصلاة الأولى هل يجوز له الجمع؟ يعني بين الظهر والعصر مثلا، أدرك الناس في العصر ينوي نية الظهر وبعد ذلك ينوي العصر مستقلا. هل كلمة الله أكبر تطفئ الحريق؟ لا يثبت في هذا الخبر تالف. مصطفى أحمد كهربائي قام بعمل داخل أحد المنازل وهو يعلم أن أموال صاحب هذا المنزل جاءت من حرام. أنت مسؤول عن أجرتك، اشتغلت له في الكهرباء، خذ ثمن عملك، وهو مسؤول بين يدي الله عن صنيع. أحمد عيد جمعنا الله يكفي الفردوس. هل يجوز عمل حق من مجهري من زوجها الميت؟ لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز. من قال علي الطلاق مجلس ولا أكل مع فلان ويريد أن يرجع عن يمين يكفر كفارة يمين. تقصير اللحية كان يأخذ ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة. وفقنا الله إياك. إلى متى يقصر المسافر؟ وهل يجمع في هذه المدة؟ ثبت يا الحبيب. يقول يقصر طالما أنه متردد، سأسافر غدا سأسافر اليوم، فيقصر طيلة هذه المدة ما دام مترددا. أما إذا جمع النية على أنه سيمكث مدة معينة فوق 3 أيام فالجمهور يقولون يتم. فاتتني صلاة يوم كامل، كيف أقضيها؟ أقضيها على المتيسر لك وبالترتيب إن كنت تستطيع الترتيب. دفع زكاة المال لأختي لأنها فقيرة، إذا كانت ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز ذلك بل واستحب، إذا كانت من أهل الاستحقاق. الدعاء هو العبادة حديث صحيح، الإعجاز العلمي له عليه. يريد خطبة. راح السؤال. حكم إطلاق كلمة شيخ وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. إذا دخل المأموم الصلاة والإمام يقرأ، هل يقرأ الفاتحة
يستمع لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صحة حديث إسلام رجل على أن لا يصلي إلا صلاتين لا يثبت لا يصح. حبكم الله يا حسان. نريد خطبة جمعة مركزة. تكرر السؤال كثيرا ومزحنا. ماذا يقول؟ كيف ينام الظالمون الذين قتلوا وينعموا في الدنيا على وسادة ريش النعام؟ هكذا غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. يريد خطبة جمعة مركزة مركز مغاغة في المنيا، هل يمكنك ذلك مع توفر الإمكانات؟ الإمكانات إن شاء الله متيسرة للوصول إليكم، لكن استأذن المباحث عندكم حتى لا نسبب لكم إشكالات. حديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ الحديث صحيح. عقيقة بنتين أختين غير توأم شاتان، صحة صلاة الحاجة إسنادها ضعيف بخصوصها بلفظ بخصوصها، لكن إن أردت شيئا وصليت لا بأس بذلك. هل يجوز الذبح بنية دفع السوء؟ يجوز، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل من صور الاعتداء في الدعاء أن ندعو الله أن يهدي جميع البشر؟ نعم، هذا اعتداء في الدعاء. لا يصح أن تقول يا رب اهد الخلق كلهم. لماذا؟ لأن الله خلقهم كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال الرسول إن الله خلق للنار خلقا وهم في أصلاب أبائهم. لكن إن قلت اللهم اهدي الناس جميعا تقصد ناسا معينين الذين في الفصل مثلا أو في مكان معين لا بأس بذلك. حديث القعقاع لا أعرف له سندا. حكم الأيمان ما فات ولا أعلم كيف التكفير عنها وكيفية التوبة والتحلل منهم. الأيمان ما فات قدر تقديرا يعني قدر الإيمان تقديرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان ذلك قبل أن يصيبه البلاء. أذكر أن سنده في ضعف وليحرر. ما حكم الصلاة بالبيجامة في البيت وعليها طرحة كبيرة؟ إذا كانت البيجامة واسعة سئل امرأة لا بأس، إذا كانت واسعة وعليها طرحة كبيرة كما ذكرتي. هل ثبت أن النبي جمع وقصر من غير سفر؟ أما جمع من غير سفر وردت من حديث ابن عباس، أما قصر من غير سفر لا أعلم أي حديث ثابت في هذا. قول عمر قتلني الكلب، هل بذلك تكون بطلة الصلاة؟ عموما الكلام المتعمد لا أدري هل قالها أثناء الصلاة أو عفوا هي الكلام المتعمد في الصلاة وليس من أفعالها يبطل الصلاة. لكن افترض أن كلاما خرج عفويا دون ترتيب، يعني مثلا جاء معاوية بن الحكم السلمي والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فسلم على الناس فلم يردوا عليه السلام ونظروا إليه في صلاتهم فضرب على فخذه وقال واثكلياه، يعني ثكلتنا أمي ماذا حدث، وهم يسكتون. لكن صلاتهم بطلت لأنه لم يكن يعلم. فإذا جاءت الكلمة تلقائيا طعن الشريعة فقتلني الكلب تلقائيا دون ترتيب، فالذاهل مثل هذا أثناء الطعنة صلاته أظنها لا تبطل والله أعلم. الامتحان يكون في وقت الصلاة وأنا أصليها قبل وقتها هل يجوز؟ ما هي الصلاة التي ستصليها قبل وقتها يا محمد؟ إن كانت مثل العصر وجمعتها مع الظهر لا بأس، المغرب وأخرتها مع العشاء لا بأس، أما الظهر قبل وقتها لا تجوز والمغرب قبل وقتها لا تجوز.
يقول إنه ساكن في شقة عقد مفتوح من أكثر من 25 سنة بما أجله حرام أم حلال؟ هل كنت دفعت خلوا أو ماذا حدث؟ وضح سؤالك، لأنه على ما يبدو من 25 سنة كان صاحب البيت يعلم أنك ستمكث كيف تشاء، فلا بد من توضيح السؤال بصورة أكبر. أما إذا كنت ساكنا في شقة وجاءت قوانين جمال بن عبد الناصر أجبرت المالك على أن لا يخرج المستأجر وأنت تحاكمت إلى تلك القوانين فأنت آثم. قدمت لضيف عندي بالبيت طعاما وحلفت عليه أن يأكل فأكل معلقة، حلفت عليه أن يأكل فأكل معلقة، الحلف هنا لغو، خلاص الحمد لله أنت نفذ لك يمينك. يا محمد اتق الله في كلامك، لا تقل مثل هذه القذرات، فإن ناقل السوء أيضا يعتبر قد أساء. هل يجوز إذا نسي الإمام في الصلاة وذكرناه أن نقول سبحان الله أنت في الثالثة؟ لا تقل أنت في الثالثة، وإن جوزها بعض العلماء لك لا تفعل، قل سبحان الله من نابه شيء في صلاته فليسبح. هل ثبت أن الصحابة كانوا يسألون الله المرض؟ لم يثبت هذا، بل نسأل الله العافية والرسول خير أسوة لنا، كان يسأل الله العافية وكان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل ممكن يموت شخص ساجد ويدخل النار لأنه مرائي؟ الأمر إلى الله، ما أدخلك في هذا يا حسام بن طاهر؟ أحسن ما أنفعك يا حبيبي. أخت ليست محجبة وتوضأت لصلاة وقد رؤي شعرها بعد الوضوء، رأى شعرها بعد الوضوء رجل ليس من المحارم، هل صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة. دخلت وراء واحد يصلي لأصلي جماعة، ثم أنا وراءه علمت أن هناك جماعة أخرى في نفس المكان، أكمل صلاتك إن شئت، وإن شئت خرجت وأكملت مع الآخرين لكن صلاتك صحيحة. هل المصلي أن يصلي على النبي إذا ذكر اسمه في الصلاة؟ إذا كان الإمام يذكر ذلك جوز بعض العلماء ذلك، لأن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعود، وعمر لما سمع الإمام يقرأ الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال أشهد أشهد. ما صحة حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة؟ الحديث صحيح. انتشر في هذه الأيام الوشم بكثرة ويسمونه بغير اسم التاتو، فتاتو. على أي حال النبي لعن الواشمة والمستوشمة. قل لي ما تدري ما تأتي القاهرة يا حسام؟ قلت لك الأمن يمنعنا، كم مرة افتح، ربنا يهديهم يا رب. امرأة عاملة تريد أن تجمع العصر مع الظهر خوفا من ضياعي، من ضياع ماذا؟ ثبتوا لنا. ما صحة حديث الدينار والنصف دينار في من أتى امرأته حائض؟ لا يصح مرفوعا. الشيخ إبراهيم رفعت، امرأة عاملة تريد تجمع العصر مع الظهر خوفا من ضياع الوقت، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان بصورة مستديمة لا يجوز، لأن الله قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة بداياتها ونهايتها. أما إذا كانت مرة عارضة لعذر طارئ فيجوز هذا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. هل يجوز الدعاء اللهم اهد من في هذا المجلس الطيب راغبا التفقه في الدين؟ يجوز. ما معنى النمص والإزالة شعارات من الحجب للزوجة؟ أنا منتقبة لا أحد يراني. النمص حرام، نمص نت في الشعر إزالته بالمنماص شعر الحاجب، هو كبيرة من الكبائر. حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر ليس بهذا اللفظ، إنما هو في حديث الدجال الطويل، وفيه علة لعلنا نفصح عنها عما قريب إن شاء الله بعد استجماع الأقوال فيها. حكما يشتري الخاطب لخطيبته دبلة من ضمن الشبكة للزينة
وليس لهم اعتقاد فيها، لا بأس بذلك بهذا التوصيف المذكور. ما وصيتكم في التكاسل عن طلب العلم؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بالله من الكسل. أعمل في ملابس حريمي حلال؟ ما صفة عملك؟ الحريم لابد أن تكون لهم ملابس، لكن ما صفة عملك؟ قصة صحة الغرانيق التي ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كل أسانيدها ضعيفة، ولكن هل تحسن بمجموعها أم لا؟ حسنها بعض العلماء بمجموعها، وألف بعضهم كتابا سماه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، والظاهر والله أعلم أنه لمن حسنها بمجموع طرقها وجهة، ويمكن التأويل على الوجه المرضي أيضا. وأنصح السائل بمراجعة شيء كتبته في كتابي التسهيل لتأويل التنزيل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث ثابت صحيح. كيف نادر النذر ولم أستطيع أن أوفيه؟ كفي الكفارة يمين، وإذا تيسر لك فوف بالنذر. وانتبه، محل ملابس حريمي خروج، أيضا يجوز بيع الملابس الحريمي للخروج، يجوز هذا. ما أفضل كتاب في علم الحديث؟ لا يقال هكذا يا أشرف، إنما يستفاد من كل الكتب، فما كان عطاء ربك محظورا. لكن من أمثل الكتب في هذا الصدد وأوسعها انتشارا كتابان في العلل، كتاب علل الدارقطني وكتاب علل ابن أبي حاتم، والله أعلم. دعوا مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف. تصوير حلال أم حرام؟ التصوير في الأصل تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة، لا يجوز لحديث لون المصورون، أما لفائدة فنحن نقارن المصالح والمفاسد، وها أنت ترانا على الفضائيات. حديث من رزقهن عند موته لم تمسه النار، حديث احتاج راجع مطلعهم. كفارة من قال أعاهد الله أن لا أفعل شيئا ثم فعل، كفارة يمين. هل طلب الرقية من أحد في شيء؟ إذا كنت تطلبها لنفسك يكره لك ذلك، لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. صحة حديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أحتاج مراجعة سنده. حديث الصورة الرأس حديث ضعيف. حكم إقامة ضعيف جدا أيضا. حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الصلاة المفروضة، لا بأس بذلك، لأن رجلا أتى متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا من يتصدق على هذا. قال أن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه، فكانت الصلاة قد قضيت، فأمهم أنس وصلى بهم، ثم إنه لا مانع، ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل وحده ب27، والله أعلم. صحة حديث المؤمن كيس فطن، لا يصح. بنت كل فترة تقول لأمها اقلع النقاب، نرجو نصيحة فهي تسمع. أنت لا تعانيدي أمك بذلك، أنت تخالفين أمر الله وأمر رسول الله وسبيل الصالحات، فمن نكس فإنما ينكث على نفسه. واتق الله في نفسك، أمك يبدو أنها امرأة صالحة لكونها تدعوك إلى الفضيلة وأنت تخالفيها وتدخلين في مقدمات المحرمات. الله يرزقك بزوج صالح. حكم أكل السلحفاة والقنفذ، لا أعلم نصا خاصا في هذا الصدد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، والله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. أما نص خاص في السلحفاة والقنفذ لا أعلم نصا، فينظر هل هي من ذوات الأنياب أم لا. كان الإمام يصلي العصر فأقام لركعة الخامسة والناس لم يقوموا وأصروا على الجلوس للتشهد الأخير، فما الواجب على الإمام فعله؟ إن كان موقنا أنه إن كان في نفسه أنه يأتي بالرابعة فيكملهم سجود وينزل ويأتي بالركعة ويسلمون معه.
يقول هناك شيخ دائما ينهاني عن الدعوة في الفيسبوك بحجة أنني لست عالما وأنا أطلب العلم أولا. لا نمنعك، النبي يقول بلغ عني ولو آية، ولكن أتقن الشيء الذي تبلغه عن الله ورسوله، فأنت مسؤول. إذا بلغت عن الله شيئا أن يكون الشيء صحيحا، وإن بلغت عن رسوله شيئا أن يكون الشيء صحيحا. فلا تكذب على الله ولا تكذب على رسول الله، أنت مبلغ عن الله، بلغ بلاغا جيدا صحيحا ولو آية. ما واجبنا نحو خطيب يأتي بأكذب الأحاديث دائما، لا تصلي خلفه، ابحث عن مكان آخر. صحة حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة هذا القدر يصح، أما ما وراء ذلك كلها في النار فضعيف. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. احتاج مراجعة النص، لكن المعنى له شواهد، معنى القدر المذكور. هل من الغيبة انتقاد بعض آراء الوالدين والإخوة في غيابهم؟ إذا كان القصد الإصلاح أو التوجيه لا بأس بذلك، أما إذا كان مجرد التشفي لا. ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟ النظر إلى الملابسات المحيطة بتلك القيادة. حديث من اقتبس علما من النجوم في سندي ضعف وإن كان المعنى صح. إن الله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه صحيح. هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال وأن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط؟ محمد إبراهيم، قلت لك أعرض عن مثل هذا الكلام واتق الله في نفسك، ولا داعي لتلويث الصفحة بمثل هذا الكلام وأنت تنشر كلاما يسيء إليك في دينك فضلا عن إساءتك لأهل الإسلام. حكم عمل صفحة للزواج تقبل بيانات الأخ والأخت وتدل عليهم ويكون التواصل عن طريق ولي الأمر. إذا كانت بالضوابط الشرعية فذاك عمل محمود وتعاون على البر والتقوى. ما هي مدة صلاة المسافر وكيف؟ إذا كنت تقصد القصر فإذا كان المسافر قد استقر فثلاثة أيام يقصر فيها بعد ذلك يتم. أما إذا كان مترددا سأرجع غدا سأرجع بعد غد فيخسر ما دام مترددا. اللحوم المستوردة إذا كان لا يعرف أزكيت أم لا، ابن على الأغلب أغلب أحوال الدول المصدرة لها. ما حكم الصلاة خلف المرجئة؟ جائزة مع الكراهة. ما حكم الصلاة توفي رجل وترك وديعة في البنك وحان وقت استحقاقها، أحد الورثة عرض ترك الفائدة إلا أن البقية رفضوا. خذوا الوديعة بما فيها، والذي يحب أن يتخلص من العائدة الربوية يتخلص والثاني إثمه على نفسه. لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ السنة النبوية بنفس المستوى؟ السنة التي يحتاج إليها الناس على الإجمال حفظها الله تعالى. تيجي على قناة الندى أيام الخميس من الرابعة إلى ربع إلى خمسة إلى ربع، ويوم السبت من الثامنة إلى التاسعة. لم تفهم متسنيم من رأيي في قيادة السيارة، قل على حسب الملابسات المحيطة بها. يعني إن كانت في بلدها هذه المرأة تركب مواصلات ميكروباص وتحتك بالرجال وتلتصق بالرجال فنقول ركوب قيادتك سيارة أفضل. أما إذا كنت في مكان آخر تعرضي نفسك للخطر وتنتقلي من بلدة إلى بلدة فلا، فعلى حسب الملابسات المحيطة بالقيادة. ما يفعل من اشترى مشترات للبيت وعلم بعد سنة أنها مسروقة؟ عليه أن يردها إلى صاحبها. شخص يقول إن الله لا تحويه الاتجاهات الستة، هذا شخص مخرف وزائغ. فالله قال عن نفسه أأمنتم من في السماء أن يخسف الله بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي للجارية إن الله قالت في السماء؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة ضعيف. حكم الصلاة عقب الأذان وعدم انتظار الإقامة، إذا كنت مسافرا لا بأس، وإذا كنت من أصحاب الأعذار لا بأس. حديث فتح القسطنطينية نعم الأمير ونعم الجيش في سنده مقال بهذا اللفظ.
ما الحكم في كتابة بوست يوميا بعد صلاة الصبح أكتب فيه واختتم الشيخ ركعة الصبح بقوله تعالى واكتب الآية للتذكير والعبرة؟ كيف اختتم الشيخ ركعة الصبح واختتم الشيخ ركعة الصبح؟ أنت تكتب في الرسالة اختتم الشيخ ركعة الصبح بقوله سبحانه واركعي مع الراكعين مثلا، قصدك إن كان قصدك التذكير لا بأس، هذا نشر علم، ولكن نوع في صور نشر العلم. على يدين في عام، كيف يصبر الابن على ظلم أمه؟ كيف يسأل الله الصبر وينصحها لله أيضا؟ أخوه استشهد في قتال النصيرية في سوريا، نحسبه والله حسيبه من الشهداء، نسأل الله أن يرحمه. هل نحن آثمون إذا لم نبلغ رسالة الإسلام إلى النصارى لأننا نعيش بينهم؟ بلغ قدر الاستطاعة، ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الوشم المؤقت لا يكون وشم، لا تسميه وشما. وسائل التواصل الاجتماعي الاختلاط بها يؤدي إلى مفسدة، مثل الإصرار بالقول بين الأطراف من الجنسين. إذا قلت يا سارة أنه يؤدي إلى إذا مفسدة تحصل، فالله لا يحب الفساد. نظرت بجانبي أثناء الصلاة لأطمئن على ابنتي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاس في الصلاة، عن الالتفات في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. ما حكم الذي يقطع بالصلاة؟ يقطع بالصلاة النبي، عفوا الله قال في كتابه الكريم، رحمك الله، رحمك الله، الله قال في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هل صيام رمضان فطرة النفاس يجوز؟ لا يجوز ثم لا يجوز، هذا من المسلمات وبالإجماع. صيام المرأة النفساء أثناء زمن النفاس باطل، وعليه إعادة صيام تلك الأيام. يقول لم أرزق بطفل وقالوا الصدقة تجلب الرزق وأنا حالي ضعيف، بماذا تصدق؟ أكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حسام يسأل كيف يحول الله بين المرء وقلبه، هل إيه لو بغضه الله وهو يحاول التوبة يعني يحول بين المرء؟ أنت يا حسام أحيانا تحب فتاة عمشاء، تحب فتاة فطساء، ولا تستطيع أن تعزف من نفسك هذا الحب، لا تستطيع ذلك. فالذي قذف في قلبك حبه هو الله، والذي ينزعه من قلبك هو الله. وكذلك قذف الله الإيمان في قلوب أقوام كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأنت يا حسام إن قال لك أحد اشتم ربك لا تستطيع أبدا أن تطاوع نفسك، لأن الله يحول بينك وبين قلبك، إلا إذا أراد الله لك زيغا والعياذ بالله، حينئذ نسأل الله أن يحفظنا وإياك. معي مبلغ من المال يحول عليه الحول في شهر رمضان القادم، ولكني دخلت شريك في مشروع الآن وهو تحت الإنشاء، كيف أحسب الزكاة؟ من منذ أن في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة زكي، لأنك دخلته للاستثمار. صحة حديث أنت ومالك لأبيك، الأصول الثوابت تخالفه، وأرى أن أسانيده لا تسلم من علل. ومن الأصول التي تخالفه أن الله جعل للابن بعد الوفاة، للأب بعد الوفاة السدس، فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاق ما جعل السدس. ثم إن النبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يخص بعض أولاده بالهبة دون سائر الأولاد، فلأن ينهاه عن أن يتسلط على ولد يأخذ أمواله فمن باب أولى، والله أعلم. وقد ذكر نحو مما قلت الإمام الشافعي العالم رحمة الله تعالى عليه. حكم شرب البوظة، أبو أسلم الرشيدي، إذا كانت البوظة لا تسكر في بلدكم فحلال ثم حلال، إذا كانت البوظة تركت حتى عفنت وتسكر فكل مسكر حرام.
الله يعافي أمك يا عبد اللطيف ابن عمرو. محمد ابن علي اتصل بالهاتف 0-5-3-3-3-8-3 أرتب معك وقتا على ما قلت، 5 دقائق في أي وقت تريده أرتب معك إن شاء الله. حكم الصلاة عقيب الأذان وعدم انتظار الإقامة، جبناك يا عائشة أنه يجوز لك، أنت امرأة تصلي في البيت بمجرد دخول الوقت. حكم تحديد مدة للمضاربة، السؤال مجمل يحتاج إلى إيضاح. أنت ممكن تضارب مع شخص لمدة 2 سنين لكن السلعة لم تبع، ماذا يصنع لك؟ لابد من الإيضاح. هل ورد عن الإمام مالك أنه قال أرى أن يضرب من يحلق شاربه أنها بدعة انتشرت بين الناس؟ الذي يحفظه عن مالك أنه قال حلق الشارب مثلى، وفي بعض الروايات حلقه يؤدب. هذا هو الرواية التي فيها 5 من الفطرة حلق الشارب لا تصح، إنما الصواب قص الشارب. هل أحيا الله عز وجل لأيوب عليه السلام أهله بعد موتهم؟ لم يرد هذا، لا. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رددنا عليه أهله الذين كانوا قد قاطعوه، والله أعلم. يقول وأنا بسبح شفت سيدنا عيسى، رأيت أحسن من شفت، رأيت سيدنا عيسى في السماء شكله ما شاء الله جميل. من أدراك أن سيدنا عيسى يا أبو الحسن المصري؟ من أدراك أن الذي رأيته سيدنا عيسى؟ حكم الأجر المكتسب من قراءة القرآن في المآتم، كرر الجواب على هذا بأن هذا الشيء لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أني لا أستطيع القطع بتحريمه. يطلب منا في بلادنا الكشف عن الوجه وقت أداء الامتحان، هذه ضرورة إذا كنت تحتاجين إلى القيادة في بلدك، أم إذا كنت في بلد أهلها أعفة والمرأة موقرة فيها ولا تزاحمين الناس في المواصلات ونحو ذلك، فلا تقود السيارة من الأصل. نسأل الله أن يرزق بنات المسلمين العفاف. صحة حديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صديقا من قلبي، صحيح. عادل يقول ولده عمره 7 سنوات، الدولة تخصص له راتبا شهريا من المال، هل يجوز أن تصرف في مال ولدي؟ ادخره له وخذ منه بقدر قيامك عليه. رفع وبارك الله فيك يا إبراهيم بن شاهين. سعى في صلاته ونسي سجود السهو، الصلاة صحيحة. بما يرد على الصوفية الذين يجوزون الحلف بالنبي، نقول إن النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أين آتي بمصحف بتفسير مبسط في الحواشي لفضيلتكم؟ أنا من بني سويف، أرسل لي شخصا أهديك النسخة إن شاء الله. لبس البنطلون الواسع للبنات إذا كان واسعا سابقا لا يمثل لا يجسد الجسم فلا بأس بذلك. أستحلفك بالله هل تكون يمينا تستوجب كفارة؟ لا تستوجبها. حكم تسمية البنت مكة كلاشينكوف، لا تسمي البنت مكة، لا أستطيع أن أحرمها عليك، لا، لكن الأفضل أن تسميها باسم تسعد به البنت، أما التحريم لا أستطيعه. هل يقاس عدم جواز تقديم العقيقة بعدم جواز تقديم الأضحية؟ قد يكون ذلك. كيف نتعامل مع الإخوة الذين يضرون أخاهم ويفسدون الوالدة عليه، أن يغتابون ويمكروا لهم؟ أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. سجود السهو البعدي يكتفى بالتسليم أم يتشهد ويسلم؟ لا، بعده التسليم، سجدتان ليست سجدة واحدة. حديث البراء بن عازب إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا قابل للتحسين. حبك الله يا محمد بن علي، يبلغ المسؤولين عن البث أنه يحبهم في الله. ما القول في حديث لا صلاتين في يوم؟ وهل بحثت في أمر حديث سقي الماء؟ والله دائما نسيته. وشكرا لك يا محمد ابن محمد. رمضان قبل العام أفطرته بسبب الحمل، وجاء برمضان الذي بعده وكنت مرضى ولم أسدد ما علي من الصيام.
السنة الحمد لله بدأت الصوم، هل عليها كفار؟ لا، عليك القضاء فقط. ما حكم شراء منزل من البنك؟ البنك لا يمتلك منازل، البنك يقرض بالربا، فلا تتعامل معه في هذا الصدد. من الأصح بعد الرفع من الركوع القبض أم الإسدال؟ قال الإمام أحمد: وأرى قوله مدعما بالأدلة، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أسدلهما، وهذا الذي أختار، فالأمر في ذلك واسع. ظهر أن محمد بن محمد حزين منكم يا إخوة، إنه قال: شكرا، ما أدري تنم عن ظاهرها أو تنم عن غضب، فإن كان له سؤال فأتونا به. هل ممكن إنسان في عصرنا يعاقب بنفس الآية سواء 40 أو 20 سنة؟ التيه في الأرض فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أسئلة الأخ غريبة، أسئلة الأخ غريبة المتتبع لأسئلته، فأنا أسألك أن تحرص على ما ينفعك. والله لما أنزل الحجارة على قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. زوجته ذهبت إلى أمها بدون استئذان، فما تنصحني؟ هل أطلق؟ ليس بالبساطة هذه يا أسامة المنشاوي، تطلق لسبب صغير يعني سبب، عفوا، أنها خرجت بدون إذنك لأمها، تطلق إلا إذا كان عندك رصيد سابق، كما يقول قال: إذا ذهب الحمار بمعمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. فإذا كان عندك رصيد سابق يحملك على ذلك فالبناء على الرصيد السابق، أما المجرد السؤال أنها ذهبت لأمها بدون، صور العقوبات تختلف على قدر الجرائم والجنايات. هل يجوز أكل اللحوم البيضاء في الدول الغير مسلمة؟ منهم من يقول يجوز لأنهم من أهل الكتاب، هناك تناقض. ما معنى اللحوم البيضاء؟ وما المراد بالدول غير المسلمة؟ هل نصرانية أو ملاحدة؟ السؤال غير واضح. على أي حال، إن لم تكن زكيت فلا تأكل منها مطلقا. إذا كانت زكيت وهي من النصارى جاز أكلها، إذا كانت من عند الملاحدة لا تأكل منها. ما حد التبذير؟ التبذير نسبي، أو عفوا الإسراف أمره نسبي إن استجزنا هذا اللفظ. فقد تكون أنفقت 1000 وأنت مبذر، وقد تكون أنفقت 10,000 ولست بمبذر، على حسب دخولك. هل يجوز تأخير الخلفة بعدم عذر شرعي وبعدم موافقة الزوج على ذلك إطلاقا، وبموافقة الزوج إما أن تؤجلي عددا من السنين أو تطلقي؟ من حقك أن تحملي، من حقك أن تحملي، من حقك أن تحملي. بس أنصحك أيضا أن تستري نفسك وتغيري الصورة التي على صفحة الفيس، لأنها صورة تبرج. ما معنى أن الذبيحة زكيت؟ يعني لم تقتل، لم تكون وقيزا، لم تصحق بالكهرباء، لم تمت بغير ذبح. أنا لا أرفع يدي في خطبة الجمعة، أنت حر. رجل كلما فتح تسجيل السيارة، الأمر واسع يعني، ترفع ولا ترفع الأمر سهل. رجل كلما فتح تسجيل السيارة يجد البداية بآية عذاب ويخشى أن يكون المراد هو ويحزن. هذا لا يجوز لك ذلك، لا، لأن بعض الناس يتصرف تصرفات غريبة، يقول: هفتح المصحف، الآية التي تأتي علي فسأكون من أهلها. كل هذا تخريف. يعني افترض أنك فتحت المصحف وقدرا جاءت: إن المجرمين في ضلال وسعر، هتصف نفسك بأنك مجرم والشيطان يقنطك من رحمة الله؟ كل هذا ليس عليه دليل، الله يحفظك، كل هذا ليس عليه دليل. فانتبه لنفسك ولا تقع في الوساوس الشيطانية. هذا قد وردت روايات وإن في أسانيدها مقال أن أحد أمراء بني أمية، أظنه الوليد، أظنه الوليد، لكن السند إليه أيضا في بعض المقال أنه استفتح في المصحف فقرأ: واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فقال: أتعيدني وأنا الجبار العنيد؟ وألقى المصحف، فما لبث إلا أن مرت عليه سنوات وأيام وانتقم الله منه. لكن السند بهذا فيه كلام، لكن ليست العقوبة على أنه استفتح فوجد، قد يتأتى هذا قدرا، لكن كتقييد لا تفعل. طارق محمد صالح،
ما شأنك؟ لا أدري. ذهب سؤالك، هل يجوز البنت أن تصلي بوالدها؟ لا، الإمامة في الرجال. ما حكم أن يراجع دكتور نسائي وقد يكون ستولد عنده؟ الأسباب أن هذا الدكتور يراقب الطفل إن كان معاقا أو لا. لا تجوز، لا يجوز المرأة أن تلد عند طبيب رجل إلا للضرورات، الضرورات. الله يوفقنا وياك أم يمنى، أعلى أبو عمار الشهيد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن له شواهد يصيح بها، بارك الله فيك. أشتري العطور باستمرار وسمعت أن الإسراف في العطور ليس بتبذير، ليس على هذا نص. تجار العطور الذين يروجون لهذا، تجار العطور يقولون ليس في العطر تبذير، كيف هذا؟ كل شيء فيه تبذير، لكن هو الشرب الحلال الطيب المحض، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حكم الانتقال من مكان الفريضة إلى مكان آخر لأداء النافلة، يستحب ذلك. طردت غصبا من عملي لوجود بديل، وعندما أخذ الجديد لم يتمكن عملي لم يتمكن من إتمامه لوجود خبايا عمل مهنة. إذا طلب مني أن أعلمه أم لا، طلب مني أن أعلمه أو لا أعلمه، ليس علي ذنب. إذا كانوا ظلموك جاز لك أن تتخلف عن إعطاء المعلومة إذا كنت ظلمت، لكن إذا كنت لم تظلم فثواب لك أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. سلمى، قل غطي شعرك يا سلمى. هل عدم الخلفة سبب كافي لطلبي للطلاق؟ وزوجي ملتحي ومحترم بقي لي 3 سنين زواج بدون خلفة، يحق لك أن تطلب الطلاق إذا كان يتعمد عدم الحمل، فمن حقك أن تحملي. بس كيف زوجك رجل طيب وشيخ وتركك بشعرك المتبرج تخرجين على أي حال؟ الصورة التي أمامنا صورة مقززة لمن يخشون ربهم. حكم أكل الأرانب حلال. حكم عمل فيزا نت لعمل صفحة مولعة على الفيسبوك لنفس شيء من العلم النافع، لكن نيتك تقول. سناء بنت مرسي، إنها ما وجدت انشراح الصدر وطمأنينة النفس ورشاد العقل وسلامة القلب إلا في كتاب ربنا ومنهج نبينا وكلام نبينا أيضا. أحسنتي أحسنتي أحسنتي، الحمد لله. كيف تعود الخلافة الإسلامية؟ نتعاون جميعا على البر والتقوى وعلى إظهار هذا الدين القيم وعلى الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى التآخي مع بعضنا البعض. لماذا كان النبي يقبل الحجر الأسود؟ هو النبي يفعل ما أمر به، والأسود بسبب ذنوب بني آدم. الحديث الورد في هذا الباب فيه مقال. هل يجوز شخص عليه دين وظروفه لا تسمح وصاحب الدين يريد التنازل عليها ونعتبره زكاة مال؟ لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لكن جوز هذا قليل من العلماء، إلا أن أدلة الجمهور أرجح، لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فالمال الذي لك عند الناس مقارنة بالمال الذي في يدك درجة ثانية أرضى. ثم إن المريض، ثم إن الفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، فمكنه من الزكاة ولك أن تطالبه بعد ذلك. إذا كان الذي يدين المال قال لصاحب الدين سدد متى شئت، قال المدين سدد متى شئت وصديق لي، فهل إذا تصدقت على أهلي أو اشتريت أغراض البيت آثم لأن الدين أولا؟ لكن أخشى أن تموتي يا هالة، إذا مت فمشكلة عليك الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. مات عنها زوجه وغاضب عليه، ماذا تصنع؟ هل غضب بحق أم بباطل؟ إن كان غضب بباطل فلا عليك، إن كان غضب بحق فردي له المظلمة بعد موتي وأكسري من الدعاء والاستغفار، بارك الله فيك. هل يجوز إلقاء السلام على المجاهر بالمعصية وأيضا الذي يبيع الدخان والخمر علانية؟ ترك السلام عليه أولى، إلا إذا خشيت شره ورغبت في تأليف قلبي فتكون صورا مستثنى. حكم الخروج مع الناس في رأس السنة، دعهم في عيدهم ودعنا في عيدنا، فلم يكن الرسول يخرج مع اليهود في أعيادهم. صحة حديث من طاف بالبيت أسبوعا؟ لا يصح.
حكم بعض الأئمة الذين يميزون ويمدون في التكبير الله أكبر الذي يسبق جلسته التشهد. يا ميديكال الأمر في ذلك سهل، لا تقف كثيرا عند مثل هذه الأشياء. أقول ذكر الناس بحديث من غسل واغتسل لما فيه من أجر عظيم. يا مصعب الأول ثبت العرش ثم انقش. الحديث أرى أن متنه منكر. محمد بن محمد حفظك الله إنما كنت. لبس البنطلون ضيق في كلام الشيخ علي يا أخي بارك. الصلاة صحيحة لمن يلبس البنطلون ضيق مع الكراهة. الطلاق على الورق مقابل معاش للزوجة أو تموين وهي على ذمتي طلاق واقع، طلاق واقع، لكن طلاق واقع إذا وقعت على أنك طلقت زوجتك في القسيمة وإن لم تتلفظ فالطلاق واقع محسوب. كي رددتها بعد ذلك لأخذ المعاش دون أن تثبت ذلك في الورق فهناك سلبيات. أولا غش للدولة، ثانيا أكل الأموال بغير حق، ثالثا أنك إذا مت لن ترث فيك، القانون لا يساعدها على أن تأخذ ميراثها منك ولن يساعدك على أن تأخذ ميراثك منها. أبو الحسن المصري صديقك يا حسن بما تجيب؟ يقول أخوكم حسن حفظه الله تعالى إن أبا الحسن المصري ينقل أسئلة الناس من صفحة أخرى، فلذلك هو مستحوذ على بعض الأجوبة أو يأتي بأسئلته كثيرا. هذه وجهة نظر حسن، فالله أعلم بوجه الصواب. مع عقاب صاحب شركة الدخان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم من عواله من الخطابة بسبب خوفهم؟ معذور من أصحاب الأعذار. تقول يقول أبو الحسن المصري بقلبي حب كبير لرسوله الكريم لدرجة أني أشتاق إليه وأتمنى أن ألقاه. هذه نعمة عظيمة من الله، وقد وردت الأحاديث المبشرة لمن مثل هذه حاله. رجل قال دي مش صورتي، صورة طفلة من النت وتم تغييرها، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ووفيت حديث رسول الله ووفقتيه إنها صفية. هل يجوز للبنت المنتقبة إذا ذهب إليها الأخ لخطبتها أن تدخل بالنقاب أولا تراه وتسمع منه إذا رأت خيرا كشفت وجهها، أم أن هذا تكلف؟ لا أنصحها بأن تسأل عنه سؤالا جيدا قبل الدخول، قبل أن تدخله البيت، لأنه من الممكن أن يتصنع أثناء الكلام، فننصحها ألا تحرجه بهذه الطريقة. تسأل عنه سؤالا طيبا قبل دخوله البيت، إن وجدته على خير كشفت الوجه وإلا فلا تدخله أصلا. يقول لما بصلي بذكر محادثات الماسنجر، ما حكمها الشو؟ يعني البشر بشر. قال عمر إني أجهز الجيش في الصلاة. حكم إعفاء اللحية مع غضب الوالد الشديد وتقدير معيشة الأسرة كلها بسبب ذلك. الطاعة في المعروف. هل يجوز إرجاع الجوارب ولبسهما المرة الثانية بعد انقضاء يوم وليلة؟ ممكن تتوضي وتلبسهما على طهارة جديدة. شريف بن عبد السميع هل يجب أن يكون بين إنجاب الطفل؟ لا بالسؤال. حكما يقول إن دعوة لوط لقوم هؤلاء بناتي بعدم الزواج، هذا مجرم الذي يقول إن نبي من الأنبياء يعرض بناته على الناس لمحرم، هذا مجرم وينبغي أن يحاكم. هل يجوز أن نخصص رجلا لتنظيم الأطفال ولا يدخل في الجماعة إلا في آخر الصلاة نظرا للفضل يفسدون؟ ضرورة. ما الواجب على المأموم إذا كان الإمام يسرع في الصلاة ولا يستطيع القراءة بسرعة؟ اقضي صلاتك هذه ما هو ابحث عن إمام آخر. امرأة تأخذ المال من الناس وتشغله في الأسمنت وتعطي على 10,000 جنيه ما بين 250، إذا كانت تتاجر لا بأس، زكاة نصابة، فانتبهوا للنصابين، أن هذه سبل النصابين في هذه الأيام يأخذون أموال الناس للاستثمار
ويعطونهم طعما في الأول 30% 40%، وبعد شهرين مات الحمار أو مات الدينار كما قال جحا فيما قبل، يأخذ جنيه ويعطي للآخر 10 قروش ويقول ولد. واليوم السنة قال مات. فهؤلاء النصابون في هذه الأيام يأخذون الأموال ويعطون الناس طعما في أول الأمر، وبعد ذلك يذهبون بأموالهم. فانتبهوا، انتبهوا لأموالكم معشر المسلمين. صحة حديث جلد الرجل في قبر يعرف أن به ضعفا. شروط باب التقسيط أن تكون تمتلك السلعة وتخير المشتري وهي بحوزتك. هل يمكن أن نأكل مع تارك الصلاة؟ نعم يمكن، مع نصحه وتذكيره. حكم الاشتراك في التأمينات من أجل المعاش إن كنت مختارا فابتعد أحوط لدينك. ما المقصود بالصراط المستقيم؟ الطريق، الصراط الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أجبناك يا مصعب أن الحديث متنه فيه نكارة. حكم الشرع في العلاج بالطاقة وعدم ما يسمى بالجمل، بالإيه؟ طاقة ماذا يا يوسف بن جودة؟ إذا كنت تقصد سحر ونحو ذلك فهذا ضلال. هذا ونوع في هذا المقام على أن هناك علم بدأ ينتشر في وسط كثير من النساء الذين قل علمهم بالشريعة، يسمونه علم المناسبات، وتتكلف المرأة كثيرا للربط بين الآية والآية، وتضيع وقتها في فزلكات لا معنى لها، فزلكات لا معنى لها، ولنا تعقيب على هذا في محله إن شاء الله تعالى. وكثير منهم يأخذون هذا من برامج، من البرمجة العصبية، ومما أسموه المستحدث من بلاد كندا وبلاد الكفر، سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أريد دعوة، بارك الله فيك. شخص ربما لا يجيد العربية، التنمية البشرية التي استخرجت حديثا هذه أضلت ناسا كثيرين عن العلم الشرعي وخربت عقول ناس كثيرين، والتف حول القائمين بها ناس كثر وبها خلل كبير سنبينه في مواطنه إن شاء الله تعالى. ظلمني أحد محارمي، عفوا، شخص رب علي، انتبه وديد بس لحظة. تقول سلمى نفسها تخلف وجوزي مش موافق، انصحه نصيحة بقول الله وقول رسوله. أنصحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا فإني مكاثر بكم، تكاثروا فإني مكاثر بكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على خديجة قال إنها وإنها وقد رزقني الله منها الولد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا تتوالى النصوص في التماس الذرية. ولقد امتن الله سبحانه على قوم بأن قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب مذكرا قومه عليه السلام، على شعيب السلام، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فلا تحرم زوجتك التي تزوجت وتريد أن تحظى بما تحظى به سائر النساء من الذرية الصالحة، فلا تحرمها من هذا، واتق الله في نفسك ثم اتق الله في زوجك. الله يوفقنا وياك يا إبراهيم ابن كولا واسكننا وياك الفردوس. هل ثبت أن قوم لوط في البحر الميت؟ لا أعلم شيئا عن هذا. في بعض بلاد أوروبا هناك صعوبة في كراء المنازل، شراء منزل عن طريق البنك لا يجوز. ابنتها لا تحبها، هل أدعى عليها؟ لا أدعى لها بالهداية بالقيس، هي يعني ليست في حاجة إلى دعاء عليها، في حاجة إلى دعاء لها. يعني إذا كانت الآن تسيء إليك فإذا دعوت عليها ستزداد الإساءة. هل يجوز اللجوء إلى للعلاج عن طريق صندوق التأمين على المرضى؟ هل يجوز اللجوء للعلاج عن طريق صندوق التأمين على المرضى؟ إذا اضطررت ولا في الأصل البعد قدر الاستطاعة.
هل ذلك ربا تعطيني نسبة من المال الذي أعطيها تعني أن تعطيني ما بين 250 إلى 300 على 10,000 كل شهر؟ قلنا إذا كان تحت الحساب لا بأس، إذا كان قطعيا دون تجارة ودون حسابات لا يجوز بهذا الطريق إلا في حالات نفصلها بعد إن شاء الله. يقول أحمد العزب: نعلم أن الزكاة على المال الزائد على النصاب خلال عام هجري، وماذا لو زاد المبلغ قبل حلول العام الهجري؟ هل يخرج على كامل المبلغ أم المبلغ الذي حال عليه الحول؟ إذا كان المال الزائد تولد من المال الأصلي، يعني مثلا افترض أنك معك 100,000 الآن في شهر ربيع الثاني، معك 100,000، ويفترض أن بعد سنة تزكي عن 100,000، لكن وأنت تتاجر بها ازدادت أصبحت 200,000، تخرج الزكاة في الشهر من المثيل من السنة القادمة على 200، لأن 100 الثانية تولدت من 100 الأولى. وكان الرسول يرسل الشخص لإخراج زكاة الغنم مثلا يعد الغنم التي في الزريبة ويبني عليها كم عندك. فالمتولدة من المال الأصلي تزكى، لكن افترض أن معك 100,000 الآن، وبعد 6 أشهر شخص جاء أعطاك 100,000 أخرى أو ورثت 100,000 أخرى تنتظر بها سنة هي الأخرى. لماذا البعد عن العلاج على حساب التأمين؟ لما فيه من الغرر، ولأن شركات التأمين تودع أغلب الأموال في البنوك الربوية. حكم الباروكة ووصل الشعر كزينة لزوجها؟ رانيا: النبي لعن الواصلة والمستوصلة. بخصوص سؤال الوديعة، هل لو الورث استفادوا من أرباح الوديعة يأس من المتوفى؟ المتوفى أصلا تحمل إثمها قبل أن يموت، لأنه استجاز لنفسه أن يأخذ ربا، فاستغفروا له. هل تجيز أن أعالج المرضى كالاكتئاب عالما وأعمل بهذه الإجازة؟ كيف؟ أنا لا أعرفك ولا أعرف كيف تعالج المرضى وليس عندي إجازات. عملك هو الذي يبين حالك، طريقتك التي تبين حالك. صحة حديث النظر إلى المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لا يصح التقييد بالمرآة، أما كدعاء مستقل له طرق يصح بها، لكن تقييده بالمرآة لا. عاشور ذاب سؤاله. أمنا ماريا كيف أتت إلى رسول الله؟ هي كانت أما من الإماء، أرسلها المقوقس هي وأختها نسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظك المولى يا طارق. خروج الزوجة مع الابن 13 سنة بموافقة الزوج لقضاء حاجة لا بأس، إلا إذا كان سفرا ولم يكن قد بلغ. هل إذا أمنني أخي ألا أتكلم بموضوع ما أمام العائلة، هل إذا تكلمت بهذا الموضوع مع أحد من خارج العائلة أثم؟ هو منعك من الكلام لأحد من العائلة، فتكلمت مع وفيت له بشرطة لا بأس، إلا إذا كان سيوصل الكلام للعائلة. تريد أن تكون طالبة علم، ابدأي بالقرآن وثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث الوارد في شأنها ضعيف مرفوعا لكن يصح موقوفا، والجمهور على استحباب ذلك. لا نحب التزوير. بهذا القدر اجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يدفع عنا المصائب، ولعل الله أن يدفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيد المتربصين بها. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين، لا الدعوة إلى الفرقة والاختلاف أبدا، نعوذ بالله من الفرقة والاختلاف. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحذر المسلمين من المناهج العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب المنحرفة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة الضالين والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. بهذا القدر أجتزئ خاتما بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مصليا مسلما على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، شاكرا لأنعم الله. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وللإخوة الذين بذلوا جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.